على أي أساس تم اختيار هؤلاء المفرج عنهم من السجناء المصريين بالخارج؟ شكرا. هي طبعا كل صفقة لها جوانبها المختلفة ولها اعتباراتها المعروفة. يعني هذه الصفقة طبعا أكيد الإسرائيلي ده واخد جنسيتين، جنسية إسرائيلية وجنسية أمريكية، فأكيد هناك بعض الترتيبات أو بعض الضوابط يعلمها، يعني المخابرات العامة تعلمها تماما. أنا بالنسبة لي يعني معلوماتي بسيطة في هذا الموضوع، انما احنا بنقول اكيد هناك بعض الاتفاقات او بعض الاجراءات دي طبعا هينوط بيها في الاخوه في المخابرات العامه الامن القومي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاختيار ده تم طبعا عده اعتبارات. هناك المساجين الموجودين حاليا لهم احكام يعني ما هياش جنائيه، ما هياش يعني في ضمن الناس اللي فيها تسلل يعني جريمه، يعني هم شايفين ان هي مثلا مش جريمه يعني شرف او جريمه قتل او جريمه جنايات، بس هناك برضو بعض الاجراءات ان شاء الله سوف تتخذ في صفقات اخرى في المستقبل القريب ان شاء الله. بالنسبه لبقيه السجناء المصريين داخل اسرائيل وعددهم 56 سجينا مصريا، هل هناك مرحله اخرى سيتم من خلالها التفاوض مقابل اطلاق الجاسوس الاسرائيلي عوض الترابين مقابل هؤلاء السجناء المصريين؟ هذا الامر يرجع لرجال المخابرات. انا قلت في كلمه ان انا قلتها، هناك صفقات ان شاء الله ممكن ان تكون في المستقبل، كل حاجه قابلة للتفاوض، كل حاجه طبعا هناك سياسات بنتبعها مع الجانب الاخر. ممكن ايضا يكون هناك في صفقات اخرى، انما يعني نقول في القريب العاجل. ماذا عن الاسرى المعتقلين من جنوب سيناء ومن شمال سيناء؟ الاعتقالات السياسيه منذ 69 و73 ومن ضمنهم الشيخ الجيع من مدينه راس سدر لم يتم الافراج عنهم منذ 69 و73، هل تضمن الملف في المرحله القادمه هؤلاء الاسرى الذين اعتقلوا في حرب 69 وحرب 73، ام ان تناستهم الحكومات المصريه المتتاليه على مدار فتره المبادلات بين مصر واسرائيل؟ الشق الثاني، هناك معالي الوزير ان هناك بعض الوكالات قد قامت بتكفير خبر منذ قليل ان الجاسوس الاسرائيلي ايلان جرابيل تم نقلها عن طريق الطيران من القاهره الى ايلات، بينما كل المصادر اكدت انه تم التبادل عن طريق ايلات. ماذا الحقيقه؟ اين الحقيقه يا معالي الوزير؟ ما فيش ولا اسير مصري موجود في السجون الاسرائيليه كاسرى. احنا نقدر نقول في مساجين موجودين، انما كاسرى ما فيش اسرى. طبعا احنا قانونا الاسير بينطبق عليه قانون معين والسجين ينطبق عليه قانون معين، انما احنا بنقول وده اعلنه السيد وزير الخارجيه ان بيقول ما فيش ولا اسير مصري داخل السجون الاسرائيليه. الجزئيه الثانيه، الترتيبات اللي تمت بتبادل الجاسوس، فده طبعا يرجع للجهه الامنيه للاسلوب اللي تم به التبادل طبقا للتنسيقات اللي تمت مع المخابرات العامه والجانب الاسرائيلي. ما تفرقش بالقاهرة او هنا، ما تفرقش، انما الجانب الاسرائيلي حصل على الجاسوس الاسرائيلي. نحن نشعر باننا تعرضنا لحملة تضليل ولا مبرر لها من خلال الاعلان عن ان الجاسوس الاسرائيلي سوف يتم تبادله عبر منفذ طابة، وثم فوجئنا ببعض البيانات الاخرى. كل دي ترتيبات امنية يرجع فيها الفضل ويرجع فيها التخطيط لجهاز الدولتين. هناك اتفاقات تمت في الدولتين على هذا الموضوع. طب وماذا؟ هذه ترتيبات امنيه، ما يعني احنا في حل عنها. وماذا عن الانتقادات التي وجهت للصفقه من انه كان يجب الانتظار؟ احنا طبعا في توجيه، انا بقوله لجميع المراسلين لو سمحتم، احنا الاخوه المصريين اللي من محافظه شمال سيناء ومحافظه جنوب سيناء موجودين حاليا عشان نرحب بيهم وعشان نقول لهم حمد لله على السلامه، وعشان نقول لهم اهلا بيكم في وطنكم التاني في وطنكم مصر، وعشان نقول لهم احنا منتظرينكم وهنزل لكم كل الصعاب اللي موجوده وهنوفر ليهم كل وسائل الاعاشه وكل وسائل العمل. احنا موجودين في هذا الاطار بنرحب بيهم. لماذا كان الجانب الاسرائيلي في تعامله مع المساله من المنظور الاعلامي اكثر مصداقيه من الجانب المصري؟ نحن نشعر اننا تعرضنا لعمليه خداع وتضليل وليس حجب معلومه. أرجوك في إجابة محددة وواضحة وصريحة، كيف غادر ألان جرابيل القاهرة؟ كيف غادر مصر وذهب إلى إسرائيل؟ لأننا جميعا قلنا إن هو مشي عن طريق منفذ طابة الحدودي، هذه عمليات خداع. إذا كنتم لا تملكون المعلومات لماذا لم يأتي أحد من المخابرات العامة ليحدثنا؟ أنا قلت في معرض كلامي، قلت
هناك ترتيبات وتنسيق تم بين الجانبين. ممكن يكون في ترتيبات في اخر لحظة تم فيها هذا الموضوع. احنا في حل عن هذا الكلام، لان طبعا الكلام ده جهات امنية عديدة مشتركة فيه. احنا دلوقتي بنوجه شكرنا وبنوجه كل تحياتنا لجهاز المخابرات المصري اللي هو يعني نصر ورا نصر. النصر الاولاني كان في رفح، النصر الثاني النهاردة موجود على الارض. يجب ان احنا نحيي جهاز المخابرات المصري، ويجب ان احنا نحيي هؤلاء الرجال اللي بيشتغلوا في صمت. انما الترتيبات دي ليها تخطيط، والتخطيط بيبقاش من جانب واحد، التخطيط من الجانبين. مازلنا برضو في ظل شفافية المعلومات مازلنا مصرين على ان احنا نعرف هل تم جرابيل نقله من القاهرة الى تل ابيب ام من معبر طابة، لان احنا حصل تضارب في المعلومات وده وقعنا في مأزق غير عادي. هل من المعقول ان احنا ننقل معلوماتنا عن الجانب الاسرائيلي؟ ده لا يليق لينا بعد ثورة 25 يناير. شكرا. طبعا برضو انا باكد تاني، احنا طبعا وجودنا هنا سواء محافظ شمال سيناء او محافظ جنوب سيناء، تواجدنا هنا يعني بالصفة الرسمية وكسلطة تنفيذية جايين عشان نستقبل ابنائنا من المحافظتين، وبنقول لهم حمد لله على السلامة، وبنقول لهم انتوا نورتوا محافظة شمال وجنوب سيناء. اما بخصوص اي ترتيبات امنية تمت بخصوص التبادل اللي تم، فهذه في جهات أمنية مسؤولة تم التنسيق من خلالها سواء المخابرات العامة المصرية أو الحكومة الإسرائيلية، فدي تنسيقات. I know you. I brought you a birthday present. Good to see you. Hello. Congratulations. Great work. Thank you for everything. Oh, thank you. Yes. I want you to know, I met with him in this office in June, and he said, whatever it takes, we're bringing him home. Of course. Just like that. My mom let me know. It got me through the difficult times. Yeah, of course we'll get through. I appreciate all the help and all the attention and all the care that got me out of the predicament. Also, despite the circumstances and the turmoil going on in Egypt, I have to also thank the Egyptian authorities that treated me respectfully, according to the tenets of their religion, made sure that I was fed well, respected me, made sure that no one harmed me in any way. And despite the circumstances, I have to honor that side and the behavior and the treatment that I was given, which has always been sound, respected from the very first day.